تتفق مع كلام ابو تركي عن فيتوريا وانه هو من لو تم يعني خلينا نقول تغييره مثل ما قال ابو تركي بسبب بعض الاراء المنقسمه داخل البيت النصراوي انه ممكن يتغير المشروع يصير فيه فشل في التوجه النصراوي ولا انه هذا المشروع باقي وممكن المدرب يتغير؟ والله شوف اول شيء المشروع او ما الى ذلك كلمه المشروع رغم اني ما احب كلمه المشروع انا هي الفكره حاجتين الاستقرار والمال اللي يضيعوا المشروع ضياع الاستقرار والمال ما في مال يعني تخيل انت الفريق هذا كله ضاع المال لا سمح الله حيضيع الفريق فجاه تلاقي اللاعبين كلهم يمشوا ويبدأ الفريق ينفك الاستقرار انت مستقر المدرب هذا جايب لك الدوري العام صح جايب لك السوبر الثاني السنه في الدوري السيمي فاينل الان في الكاس السعودي الان متاهل للدور الثاني في اسيا ايش تبغى يعني بامانه ايش تبغى قول الحمد لله يعني ومدرب بنفيكا البرتغالي بطل الدوري البرتغالي قبل لا يجيك وايش تبغى فين تجيب مدرب ترى من اهم الاخطاء انك يعني في ناس تقول انه مدرب محظوظ اللاعبين اللي عنده جيدين اللي اذا عندك كل هذول وما تجيب بطوله ايش رايك لا طبعا اذا انا اقول لك شيء مين اقوى النصر ام الهلال بكل ما نكذب على بعض الموسم الماضي مين اقوى لاعبين الهلال مين اخذ الدوري النصر اذا في شغل في تكتيك في لعب انت لاحظ ترى النصر العام نفس الشيء لو تتذكر في اسيا ايضا كان يلعب بصف ثاني في المجموعه وتاهل للدور الثاني لو تذكره حتى انت بوجود اتذكر لك بقول قلت يا اخي هذا باي تشكيله بيفوز ترى هذا شغل مدرب مش سهل حتى اليوم شوف المباراه شغل مدرب ترى اليوم انت السد فول تيم السد ولا لاعب مش غايب تفرج على السد ضايعين في الملعب تشاف تحس انه مو عارف ايش يسوي ضد تشكيله نصراويه ناقصه 5-6 لاعبين اساسيين هذه كلها بالتاكيد تؤكد انه في مدرب على النصراويين احذروا ان كان في احد من هنا وهنا بيخرب عليكم فانتوا لازم تكونوا خط دفاع قوي جمهور اداره مسؤولين مع بعض لانه الاستقرار على الصح انت ما بتستقر على شيء غلط واحد ذكرت لك كل اللي سواه فيتوريا امسكوا على فيتوريا وبالعناصر اللي جاي للنصر النصر انا اتوقع يعني انه السنوات القادمه كلها طبعا حتكون نصر وهلال بالتاكيد لكن الان النصر وجهة نظري في تفوق إذا لم يتحرك الهلاليين في جلب عنصر عنصرين.